السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البداية صلوا على النبي واذكروا الله. أصدقائي بهذا الفيديو رح نحكي عن حل مشكلة تطبيق تيك توك والمشكلة اللي بتواجه كتير ناس اللي هي لا يوجد اتصال بالإنترنت أو التطبيق محظور بشكل كامل عندك في البلد. طريقة الحل بسيطة جدا بإذن الله، رح نحل هاي المشكلة بخطوات بسيطة بإذن الله. موجود حلول كتير على الإنترنت، ولكن اخترنا أفضل الحلول، انتخبنا الحلول بعد تجريب ولقينا أنه هدول أفضل الحلول واللي عم بتحل المشكلة بنسبة 99% عند الناس. فكل ما عليك الآن هو متابعة الشرح إلى النهاية. السلام عليكم، مرحبا فيكم من جديد ورجعنا لأكمل الشرح. مثل ما كنا عم نحكي عن طريقة حل مشكلة تطبيق تيك توك في حال عم يعطيك خيار أو بيعطيك رسالة أنه لا يوجد اتصال بالإنترنت مع أنه الإنترنت موجود عندك على الجهاز. والمشكلة الثانية اللي هي حظر التطبيق بشكل كامل عندك في البلد. فحل المشكلة بسيط، ولكن قبل ما أكمل لك الشرح أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتساعدنا لنوصل 2 مليون مشترك. نعم، هدفنا الآن هو نوصل 2 مليون مشترك، وبمساعدتك بإذن الله راح نستطيع نوصل لهذا الرقم، بالإضافة لزر اللايك، هذا الشيء كثير بحفزنا وبساعدنا أنه نستمر معكم. الآن يا جماعة، من أجل موضوع حل المشكلة فلازم نستوعب موضوع، خصوصا اللي محظور عنده تطبيق في البلد. في حال التطبيق محظور عندك في البلد، فتقريبا أغلب الحلول اللي راح تستعملها وراح تبحث عنها راح تكون حلول مؤقتة لفترة بسيطة وممكن ما تشتغل يعني. فالسبب الرئيسي أو أغلب المسبب لأنه التطبيق ما يشتغل حتى لو كان محظور فهي شريحة البلد نفسه. فمثلا لو أنت في العراق ومحظور التطبيق عندك في العراق، فالشريحة هي اللي عم تأثر. حتى لو شغلت VPN بتلاحظ أنه ما بيشتغل التطبيق، فالشريحة هي السبب. لازم تقوم بإزالة الشريحة من الجهاز بشكل كامل، لأنه الشريحة بيتعرف عليها الجهاز، بيتعرف عليها التطبيقات، وبيعرف البلد عن طريق الشريحة، فما بيشتغل التطبيق عندك. فلازم تقوم بإزالة الشريحة عندك من الجهاز. بعد ما تزيل الشريحة بتجرب، في حال اشتغل عندك تمام التطبيق فتمام، ما اشتغل التطبيق فصار مشكلتك مشكلة انترنت ومزود الانترنت عندك، فلازم تحلها عن طريق VPN. هذا هو VPN الأفضل لحل مشكلة تيك توك. طبعا ممكن تجربه حتى هي موجود الشريحة، ففي حال تشتغل معك تمام ففيك تكمل بوجود الشريحة، ولكن في حال صار عندك مشاكل فلازم تزيل الشريحة. بعد ما تدخل إلى VPN، طبعا الرابط تحمله في الوصف مثل ما قلت لك، بتحمله وتدخل عليه. طبعا هو VPN بسيط يعني مثل أغلب VPN، مجرد تضغط على تشغيل فراح تشوف انه الان راح يعمل اتصال وظهرت اشاره المفتاح هو في الاعلى، فتم تشغيل VPN فبتشتغل عليه وباذن الله VPN وموضوع الشريحه هدول الحلول الجذريه لتطبيق تيك توك باذن الله. اتمنى تستفيدوا من هذا الشرح يا جماعه، ودمتم سالمين.